بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على الـ Respiration Respiratory System من Point of View of Physiology. Physiology بتاع Respiration، ازاي بناخد نفس، ازاي بنطلع نفس، الميكانيزم هل هو Voluntary هل هو Involuntary. هنبدأ كده واحدة واحدة، وان شاء الله بإذن الله تبقى حلقة مفيدة بإذن الله. أنا بشتغل بشكل سولو في المكتب بتاعي. السورسز اللي انا هشتغل منها، انا هشتغل من الكتب الاتيه. هشتغل من كتاب جامعه مصر، عندنا في الجامعه هنشتغل من كتاب دكتور احمد الدسوقي جامعه اكتوبر، هنشتغل من تكست بوك اوف فيسيولوجي which is very important اسمه جانون، هنشتغل من تكست بوك الاصلي بتاع الفيسيولوجي اللي هو جايدو. هو ده اللي احنا هنشتغل بيه. فاكرين كل الكلام دوت قدامنا وهنبدا نشتغل. وانا بشرح او وانا بتكلم في الفيديوز ديت، انا هتكلم ان انا طالب وعايز اذاكر. ازاي اذاكر؟ مبدئيا المذاكره بتيجي بالطريقه ديت، ان انت تبقى قاعد على مكتب فاتح قدامك كل السورسز بتاعتك وتبدا تشتغل. العلم واحد. يعني ايه؟ يعني ما تقوليش ان انا ايه طالب جامعة مصر انت هتفتح لي كتاب جامعة اكتوبر، انا طالب جامعة اكتوبر ما هتفتح لي كتاب جامعة مصر. في الاخر الفيسيولوجي واحد، العلم واحد، it is global language. اوكي؟ ففي الاخر انا باخد كل الفورمولا ديت علشان خاطر ابدا اعمل النوتس بتاعتي انا، السورس بتاعي انا اللي انا هبدا اذاكر منه. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. لو ابتدينا الكلام عن الريسبيريشن، اول حاجه هنتكلم عنها الميكانيكس اوف ريسبيريشن. الميكانيكس اوف ريسبيريشن يعني ايه؟ ميكانيكس اوف ريسبيريشن يا دكتور، يعني ازاي السيستم بتاع الريسبيريشن بيشتغل، يعني ازاي المسلز بتاعت الريسبيريشن بتبتدي تشتغل صعودا وهبوطا. طبعا الريسبيريشن احنا عندنا عارفين ان الريسبيريشن بيحصل 16 مره بير مينيت. 16 مرة، يعني انت بتاخد نفسك 16 مرة. ده احنا عندنا في الفيسيولوجي بنسميه respiratory rate، اختصارها RR، respiratory rate. respiratory rate دوت او ال respiratory rate هو 16 مرة في الادلت اللي هما الناس البالغة. هذا المعدل بيبدأ يزيد، يبقى 40 per minute في الانفنت. الانفنت هم مين؟ هم الاطفال حديثي الولاده، الاطفال حديثي الولاده. طيب ليه المعدل بيزيد ل 40 بير مينيت في الاطفال حديثي الولاده؟ لكذا سبب، بس من اهم الاسباب ان الانفنت محتاجين اكسجين مور ذان ادلت، فمعدل التنفس عندهم اكيد اعلى. ده بالنسبه للريسبيراتوري ريت، معدل التنفس. كل واحدة من الستاشر دول احنا بنسميهم respiratory cycle. دورة التنفس. دورة التنفس دي متكونة من ثلاث حاجات. اول حاجة inspiration. تاني حاجة تحصل بعديها على طول expiration. انا عندي inspiration، بعد كده expiration، بعد كده عندي expiratory pause. pause يعني توقف. يبقى انا respiratory cycle، دورة التنفس عندي متكونة من inspiration واكسبيريشن واكسبيراتوري بوز. انسبيريشن يعني شهيق، اكسبيريشن يعني زفير، اكسبيراتوري بوز يعني توقف. لو ابتدينا بقى نتكلم او نمسك واحده واحده من دول ونتكلم عن حاجه حاجه،
فنبدأ نتكلم عن الانسبيريشن. الانسبيريشن هو الشريق. الانسبيريشن الانسبيريشن عشان يحصل ادخل هواء، انا محتاج ان البريشر انسايد ذا لونج يبقى ليس ذان ذا بريشر اوتسايد ذا لونج. بريشر انسايد ذا لونج يبقى ليس ذان بريشر اوتسايد ذا لونج. بريشر انسايد يبقى اقل من البريشر اوتسايد، علشان الهواء يرش ينهمر من بره ويدخل على جوه، لان الهواء بيمشي من البريشر الهاي للبريشر اللو. ده حركه الاير، تمشي من البريشر الهاي للبريشر اللو. فزيس مين ذات انا عشان ادخل هواء انا محتاج ان البريشر انسايد يبقى اقل. البريشر انسايد يبقى اقل من البريشر اوتسايد، فالهواء يدخل من بره. البريشر اوتسايد هو الاتموسفيريك بريشر. البريشر اوتسايد، البريشر اوتسايد بيساوي الاتموسفيريك بريشر. بريشر اوتسايد، اوتسايد ذا لانج. يبقى انا محتاج اخلي البريشر انسايد ذا لانج ليس ذان اتموسفيريك بريشر. ليس ذان اتموسفيريك. طيب هو انا لما احب اقلل الضغط اعمل ايه؟ لما انا احب اقلل الضغط اعمل ايه؟ ازود المساحه ولا اقلل المساحه؟ انا علشان اقلل الضغط انا بزود المساحه. بزود المساحه، بخلي المساحه تكبر. كل ما كبر المساحه كل ما الضغط ايه؟ كل ما الضغط يبتدي يقل. طيب انا علشان ازود المساحه بتاعت اللونج انا محتاج ماسلز، محتاج عضلات. العضلات دي عايزها تبدا تعمل كونتراكشن. كونتراكشن انقباض. هذا الانقباض يؤدي الى ان المساحه الفوليوم بتاع اللنج يوسع. يبقى انا كل ما هزود المساحه كل ما البريشر جوه هيقل. طيب مين هم الماسلز المسؤولين عن المسلز المسؤولين عن الانسبيريشن؟ احنا بنسميهم انسبيراتوري مسلز. عندنا تو مسل ميجور. اول مسل هي الديافرام. الديافرام اللي هو حجاب الحاجز. تاني مسل اسمها اكسترنال انتركوستال مسل. external intercostal muscle. دول التو مين مسل المسؤولين عن الانسبيريشن. بس خلي بالك عن الكوايت انسبيريشن. عن الكوايت انسبيريشن، لان لو انا عايز اعمل فورسد انسبيريشن. فورسد انسبيريشن يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا هستخدم الديافرام نمبر 1، وهستخدم الاكسترنال انتركوستال مسل. اكسترنال انتركوستال مسل، وهستخدم معاهم الاكسسوري مسلز. اكسسوري مسل، الاكسسوري مسل دول ثلاثه. لحسن الحظ التلاتة دول أولهم حرف الإس. أول واحدة اسمها سترنو ماستويد، تاني واحدة اسمها سيرويتس انتيريور، تالت واحدة اسمها سكاليني مصر.
يبقى أنا عندي 3 مصل بيزيدوا على المصل الأساسيين لما بكون بعمل forced inspiration. يبقى نعيد تاني الكلام اللي قلناه. الانسبيريشن اللي بنعمله يعني بندخل هواء من بره ندخله على جوه، علشان ندخل الهواء من بره على جوه we need pressure gradient، محتاجين فرق ضغط. فرق الضغط ده بيكون لمصلحة بره على جوه، مصلحة بره على جوه، يعني بره اتموسفيريك يبقى اعلى من جوه، لا بره لازم يبقى اعلى من جوه. طيب علشان بره يبقى اعلى من جوه هعمل ايه في المساحة؟ هبتدي اعمل ازود المساحة. طب عشان ازود المساحة I need muscle. طيب المصل اللي انا محتاجها هي ايه؟ محتاج two muscle اللي هما الديافرام والاكسترنال انتركوستال muscle. تمام، بس لو عايز اعمل forced inspiration انا كمان هزود الاكسسوري مصل عليهم، ده بالنسبة للانسبيريشن. طيب بالنسبة للاكسبيريشن يا دكتور، الاكسبيريشن ده الزفير، يعني عايزين نخرج ولا عايزين ندخل؟ عايزين ايه؟ نخرج. ايوه كده، عايزين نخرج هوا. عشان نخرج هوا يبقى الضغط البريشر ان سايد ذا لانج از مور ذان ذا بريشر اوت سايد. يعني انا عايز اخلي البريشر جوه اللانج اعلى من الاتموسفيريك، من الاتموسفيريك بريشر. طيب انا عشان اخلي البريشر انسايد ذا لانج اعلى هعمل ايه في المساحه؟ هعمل ايه في الفوليوم، في الحجم بتاع اللانج؟ اقلله ولا ازوده؟ انا هقلل البريشر قليل. اخلي البريشر فين قليل؟ انا عايز اخلي البريشر اعلى عشان اخلي الهواء يطلع على بره. يبقى انا عايز اخلي البريشر جوه عالي. طبعا عشان اخلي البريشر عالي اعمل ايه في الفوليوم؟ اصغر الفوليوم عشان اخلي الهواء يطلع، وده اللي احنا فعلا بنعمله. طيب معلش، هل البريشر او الفوليوم بيقل نتيجة مصل كونتراكشن برضو زي الانسبيريشن؟ لا، اكسبيريشن اوكر باسيف يعني without muscle contraction، من غير muscle contraction الفوليوم بيقل. ازاي يا دكتور؟ اقول لك قاعدة عزازية بتقول اللنج بالونة عايزة تفسي، عارف يعني ايه تفسي؟ يعني انت لو عندك بالونة ونفختها وانت بتنفخها ونيد اف 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 اف، بس عشان تفسيها انت كل اللي عليك ان انت تسيبها بس هتفسي لحالها، لان اللنج فيها الاستيك إليمنت متكونة من إلاستيك فايبرز. الإلاستيك فايبر دي تند تو ريكويل، عايزة تظهر، فانت سيبها بس، يعني ما تعملش عليها أي حاجة خالص، هتلاقيها هي عايزة إيه؟ تنكمش وإيه؟ وتبدأ تظهر. فمن غير أي ماسل كونتراكشن خالص
اللنج الفوليوم بتاعها هيصغر. لما الفوليوم بتاعها هيصغر البريشر جوه هيعلى. لما البريشر جوه يعلى الاير وي بي فورسد فروم انسايد تو اوتسايد. الاير ويل بي فورسد فروم انسايد تو اوتسايد. امتى الاكسبيريشن، امتى الاكسبيريشن يبدا يتحول من باسيف لاكتيف؟ الاكسبيريشن هيبدا يتحول من باسيف لاكتيف during forced expiration. During forced expiration. وقت الفورسد اكسبيريشن we need muscle contraction. هنحتاج muscle contraction. forced expiration يعني اف اف اف. هنستخدم two muscle هنا. مين هما two muscle دول يا دكتور؟ هما ال internal intercostal muscle والابدومينال مصر. والابدومينال مصر التو ماسلز دول بنستخدمهم during forced expiration. ده بشكل عام الشرح الاولي للميكانيكس اوف ريسبيريشن. طيب معلش نعيد الكلام مره ثانيه كده من على الكتاب. نبص كده ايه الحاجات اللي احنا واحنا بنشرح ما اتكلمناش عنها. كاتيجوريز. لو ابتدينا نتكلم عن الميكانيكس اوف ريسبيريشن، each respiratory cycle is divided into three phases: inspiration or expiration and the expiratory pulse. Respiratory rate range between 12 to 16 per minute in normal adult human. يعني في الادلت من 12 ل 16. Under resting condition يعني في حالة الوضع الريستنج اللي زي اللي احنا فيه دوت. It is higher in infant. أعلى في الأطفال حديث الولادة وبتوصل ل 40 per minute. طيب هيبدأ بقى يكلمنا عن الانسبيريشن. The inflow of air inside the lung. دخول الهواء inside the lung during inspiration is caused by سبب الرئيسي contraction في الانسبيراتوري ماسل. يبقى الانسبيريشن ده اكتيف بروسيس. ام سي كيو الكلام دوت اكتيف بروسيس لانه احتاج ماسل كونتراكشن. This contraction generate pressure. هذا contraction بي generate pressure inside the thorax that cause وده اللي بيؤدي الى inflow of air inside the lung. طيب مين هم الانسبيراتوري ماسل دول يا دكتور؟ Inspiratory muscle group. واحد الديافرام. اثنين الاكسترنال انتركوستال ماسل. ثلاثة الاكسسوري ماسل. دايما وانت بتذاكر خلي بالك من الهاي لاين العناوين الكبيرة. ديافرام، اكسترنال انتركوستال ماسل، اكسسوري ماسل. هنبدأ بقى نتكلم على واحد واحد. ديافرام. النيرف سبلاي بتاع الديافرام هو الفرينيك نيرف. اوكي وده طالع من السيرفايكال سيجمنت بتاع السباينال كورد رقم 3 و4 و5 الفقرات العنقيه. ذا دايفرام از دوم شيب شبه الدوم اهو ده منظر الدايفرام. وين اتس كونتراكت لما بينقبض بيدسان دي مع دي الديافرام بيديسند ينزل لتحت. طبعا انا لما نزلت لتحت انا كده زودت ايه الفيرتيكال ديامتر. الفيرتيكال ديامتر زاد القطر الطولي زاد. طيب it is responsible for about 75% من الزيادة في الثوراسيك فوليوم. يا سلام يا سلام 75% من الفوليوم اللي زاد زاد نتيجة الديسنت بتاع الدايفرام. External intercostal muscle is small muscle run oblique. Oblique يعني بميل downward forward لتحت والقدام from one ribs to the ribs below من ضلع للضلع اللي تحت منه.
سبلاي باي النيرف سبلاي بتاعها انتركوستال نيرف. هنا النيرف سبلاي كان الفرينيك نيرف. Contraction of this muscle elevate elevate the ribs and push the sternum forward. بيخلي الاسترنم يطلع لقدام. طب لما انا ازود اخلي الاسترنم يطلع لقدام انا كده بزود الهوريزونتال دايامتر. يبقى الديافرام كان بيزود الفيرتيكال دايامتر اما الاكسترنال انتركوستال ماسل بيزود الترانسفيرس دايامتر. بيزود الترانسفيرس دايامتر او الانترو بستيريور دايامتر. فبالطريقه دي الفوليوم بتاع السوركس برضه بيزيد. احنا اتفقنا واحنا بنعمل انسبيريشن احنا عايزين نزود الفوليوم علشان نقلل البريشر ولما البريشر يقل الهواء يبتدي يتصارع من بره ويخش على جوه لان البريشر انسايد هيبقى ليس ذا بريشر اوت سايد. تالت ماسل اسمها اكسسوري ماسل اكسسوري انسبيراتوري ماسل. اند ذيس ماسل كونتراكت وين مور انسبيراتوري وورك از نيدد. لما اكون محتاج ان انا ادخل هواء بزياده وده بيحصل during deep inspiration. And this is include ثلاثة muscle sternomastoid, serratus anterior muscle, scalene muscle. يبقى الثلاث عضلات دول بيشتغلوا during deep inspiration تمام كده. ده الانسبيريشن خلص. نخش على الاكسبيريشن. الاكسبيريشن تيك بليس اكتف ولا باسيف؟ باسيفلي. واتز مينت باي باسيف؟ ات داز نوت ريكواير ماسل كونتراكشن. مش محتاج انقباض في العضلات. وين انسبيراتوري؟ ما كل اللي علينا بس ان احنا الانسبيراتوري ماسلز دول ها يستوب يقفوا يبطلوا يعملوا كونتراكشن. لما يبطلوا يعملوا كونتراكشن اللنج ويل ريكويل. اللنج هتصغر اند اير فلو اوت والهواء هيبدا ايه يطلع. يبقى الاكسبيريشن از باسيف بروسيس. هاويفر ومع ذلك during forced or deep expiration during forced expiration we need muscle contraction. هنبقى محتاجين muscle contraction اللي هما الاثنين دول internal intercostal muscle and anterior abdominal wall muscle. internal intercostal muscle and anterior abdominal wall muscle. ده كده بالنسبة لأول موضوع اللي هو اسمه الميكانيكس اوف ريسبيريشن. طيب انا لما اجي اذاكر الموضوع دوت بالطريقة العزازية اعمل ايه؟ اعمل الايدي اكتب اعمل شجرة اكتب النسبة سيدنا محمد اكتب الريسبيراتوري سايكل متكونة من ثلاث حاجات. واحد inspiration. اثنين expiration. ثلاثة بوز توقف. تمام. طيب الانسبيريشن محتاج كم عضلة؟ محتاج ثلاثة. واحد دايفرام. اثنين اكسترنال انتركوستال ماسل. ثلاثة اكسسوري ماسل. طب الاكسبيريشن محتاج عضلات؟ لا الاكسبيريشن باسيف مش محتاج عضلات. بس ديورينج ديورينج ديب اكسبيريشن هبقى محتاج تو ماسل
محتاج تو مصر هيبقى اكتف، هحتاج ال internal intercostal muscle، ومحتاج ال abdominal muscle. وضعا في الاعتبار ان الاكسسوري المصل دي بتشتغل during forced inspiration، forced inspiration، while the two muscles دول بيشتغلوا during quiet inspiration. دي تبقى الشجرة اللي احنا بنشتغل عليها، ومن ثم نبدأ ايه نملى بقى الكلام اللي تحت، ايه نملى الكلام اللي تحت منها، تبقى تحط في تحت المكتب وتبقى قدام عيني. ده كان اول موضوع عندنا في الاسبيريشن، اسمه ميكانيكس او